السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا للزميل هشام الخلصي، شكرا لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم من خلال أحداث هذه المواجهات التاريخية الكبيرة المنتظرة هنا في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة أمم أفريقيا. هذه المواجهة في العاصمة ياوندي، ومن خلال هذا الملعب، ملعب أحمد أهيجو، ستبقى عالقة في ذاكرة التاريخ لهذه البطولة وفي ذاكرة كل العرب من خلال أحداث منتظرة كبيرة في أرضية الميدان والأسماء الكبيرة هنا في هذا المنتخب وفي المنتخب الآخر. لقاء عربي 90 دقيقة، يحدث ما يحدث فيها، يتفاعل الجميع ويقدمون كل ما يملكون. 90 دقيقة من خلالها كل حر فيما يقدم وفي من يشجع، وبعد التسعين دائما اليمنى وآدم ماسينا في الجهات، يرفع عمرو السولية والنني، وفي المقدم لاعب نادي واتفورد آدم ماسينا، هذا سقوط حاصل المرور، يتوغل يتقدمه اليسرى، وبعد ذلك التدخل أشار إلى وجود ركلة ركنية بانتظار تقنية الفيديو وطريق اللاعب ايمن اشرف. ايمن الفيديو ماجيت جاي الى ركله الجزاء، ماجيت اتخذ قيد جزاء، ركله جزاء، نعم ركله الجزاء، سفيان هو بوفال، هو من بدا البطوله بهدف في مرمى المنتخب الغاني، يسجل الان من علامه الجزاء في مرمى الفراعنه ويتقدم لاسود الاطلس صاحب الفعل. يقدمون اسماء حاضره في تشكيلتها المنتديه، ظهور انديات اخرى على مستوى في مباراه اليوم، يوسف نصيري حارس باريس سان جيرمان، سايس يلعب مع ولفرهامبتون، امل لا يتواجد في الدوري البلجيكي، مع يصبح واحد من ابرز حراس المرمى المغرب في مباراته الدوليه رقم 11. كره فيها في المنطقه، عادت مره اخرى او هذا مين؟ هذا سليم، سليم امل اجازي على مستوى التغطيه، كره ملعوبه داخل منطقه. احداث هذه البطوله قدم اداء مميز، نعم خلالها حكم المباراة ربما توبة من أحمد، الآن محاولة الوصول إلى من؟ إلى محمد، إلى نايف، فجأت هذه الكرة، هذه المحاولة قابل لا شيء في مباراة تحديد المركز الثالث، ونجح المنتخب المصري في الدور نصف النهائي لقب المرة الخامسة، كانت بينما آخر مواجهة جمعت ما بين الفوز بلقب هذه البطولة، بينما هنا لقب سير أو فاز أو تعادل، كل ما واجه روعة وفي مكان صعب جدا على أبو جبل، ذلك عن طريق محمد صلاح، ملعوبة في الجهات يصر رومان سايس على محمد صلاح، والتدخل من قائد ياسين بونو، كره بمحاوله ملعوبه تسديد كيروش، ايضا يتحدث محمد، يلعبها داخل منطقه الجزاء، مرت في الهدف الثاني، محاوله لمصلحه المنتخب، الكره بمحاوله تعود الى تسديد، المحاوله بالقدم اليسرى، لا 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 بونو في المكان، يحاول قدر الامكان الان استغلال 25 سنه لنايف، هو من يلعب الكره، وبعد ذلك قرار ياتي بديل كره بمحاوله، محاوله ملعوبه في مرمى، هذه اللقطه، هذه المحاوله بعيده بعيده، اداء ربما يعتبر الافضل خلال طوال المباريات الاربعه الماضيه، يواصل حضوره بالمجموعه من الارقام، ايضا وصول مصر الى الدور نصف النهائي يعني رسميا بان المنتخب هو الاخر موجود، عرضيه داخل منطقه ياسين لكن هذه المحاولة، هنا التدخل من عامر كمال، أسد الأطلس والآخر على مشارف المنطقة، أيمن أشرف مفتوح، كرة بأقدام فتوح لمصلحة المنتخب المصري، والتسديدة لا زالت مستمرة وقائمة، وبعد ذلك يسرق نجومية اللقاء، بينما هنا 22 سنة للاعب شتوتغارت، كرة بمقدام سفيان بوفال مستمرة لمصلحة المنتخب، يا أشرف حكيمي محاولة تقدم الأنصار، يتحدث مع حكم اللقاء ويبدو محقا المصري الحضور الكبير من خلال تنفيذ الكرات الثابتة، وحيد علي لوسيتش، يو حكيمي يلعب الكرة خطيرة، كرة أشرف حكيمي بجوار القائم الزمالك وذهب معه لتحقيق بطولة الدوري باسكي، كرة بمحاولة من الجهات اليمنى، هذا الالتحام، وهنا الحاضر أمامنا الآن، وبطاقة صفراء أيضا كرة موجودة،
واخر في منطقه الجزاء، ولكن ايضا في التوقيت دي محمد صلاح لا زالت مستمره. مرموش برج متبقيه قبل نهايه احداث الشوط. المباراه علامه الجزاء سجل باقدام اللاعب سفيان الى خارج ارضيه الملعب. تعود المحاوله من جديد، استثناء الهدف ايضا غابت محاولات لان الهدف هذا كاف جدا اذا ما تمت المحاوله. وابعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد في الفتره الماضيه مع المدرب وحيد من حصل على البطاقه على العوده خلال احداث شوط المباراه عن طريق من محمد صلاح. عرضيه داخل منطقه الجزاء، مرموش يلعب الكره داخل منطقه الجزاء. المحاوله الماضيه يقف سدا منيع في ارضيه الميدان الى يوسف نصيري، لكن بعد المحاوله بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب. منتخب المغرب السلامات لحجازي، السلامات السلامات جت في ارضيه الملعب ساقطا من خلال مجريات هذه المواجهه، لذلك او استمراريه حجازي انطلاقا من الجهه اليسرى في انديه اسبانيه قبل الاستقرار مع نادي. والمحاوله مستمره والكره فيها توغل الى دخل في تقدم المنتخب من عمر. عرضيه داخل منطقه الجزاء، يدخل الى منطقه الجزاء، كره ملعوبه لا 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 من محمد صلاح، استلام ياتي واتي من المرمى، عرضيه ملعوبه خطيره وش يبعد الكره الى خارج ارضيه الاولى. تاتي من عمر كمال، عرضيه داخل منطقه بمحاوله من الجهات اليسرى، عرضيه تاتي من فتوح، ركله ركنيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء، لا 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 عودة الفراعنة ومن الباب الكبير يطرقون أبواب بونو ويفتحون الباب ويسجلون التعديل بأقدام صلاح، يضبط الثامنة بتوقيت عاصمة الدنيا من أجل الثامنة، يصل إلى المرمى يسجل التعديل، يظهر محمد صلاح ويسجل ويعود المنتخب المغربي للسيطرة بهدف لهدف ما بين المنتخبين. أيضا هنالك كيروش والاثنين أمام مهمة صعبة، 20 في القاهرة ومن ثم أفريقية. الآمال بكل تأكيد بأن نشارك من الجهات اليسرى الآن لمصاعة المنتخب، داعي المنتخب صلاح، انطلق صلاح وهذا عبر مرموش، مرموش مرموش، لكن الله الله سفيان بوفال يدخل إلى أرضية كبير. رحيمي هو اللاعب الذي سيدخل، لاعب راجع أيضا سولية، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء خط مرمى. هذه اللقطة هذه المحاولة والكرب كارلوس كيروش، كرة عموما بمحاولة داخل منطقة أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي. صلاح لا زالت مستمرة، عرضية الآن داخل كرة والمحاولة لم تكن بالشكل المطلوب، تحولت في الجيل سفيان رحيمي، انطلق رحيمي وأيضا الاحتجاج ربما على قرار حكم المباراة وبالتالي الجزاء. محاولة ملعوبة خطيرة جدا لقضية الميدان في هذا الالتحام اللي كان التدخل هنا، التدخل وما بين عبد المنعم، كرة فيها سقوط من جهة على حكم اللقاء، أمر طبيعي جدا في مثل يلعب المحاولة مباشرة باتجاه المرمى وجابا في وصول أكثر باتجاه المرمى وحمد و دائما العقلاء رومين سايس في هذا الجرى وهذه المحاولة وهنا الالتحام اللي كان محمد ولمصلحة للاعبي باريس سان. بطاقة صفراء تظهر يبدو على منير الحدادي على تنفيذ لعب المحاولة داخل منطقة